مرات من لبنان، مرشدة تربوية بوزارة التربية، عاملة التربية المدنية والتنشئة الوطنية، منسقة مشروع التربية على السلام مع جمعية حركة السلام الدائم لبنان. اوكي، ما تقييمك لمنتدى الأور المتوسط؟ تقييم أصبحنا اليوم في اليوم الأخير من هذا الملتقى، إنه ملتقى ناجح. ما لفتني في هذا الملتقى هو نشاط المشاركين، أيضا المستوى العالي لطاقاتهم أو لأفكارهم. هم أشخاص مثقفون جدا، متميزين ومبدعين في مجال التربية.